أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس. في هذا الفيديو عزيزي الطالب سوف نتناول موضوعات الأسبوع الحادي عشر، والذي نتناول فيه فن من الفنون الأدبية بعنوان فن القصة. فأهلا وسهلا بكم أحبائي وطلابي طلاب اللغة والأدب. أبدأ عزيزي الطالب بذكر الأهداف لهذا الأسبوع، بيان موضوعات الأسبوع الحادي عشر وتوضيح المطلوب من كل منها. بداية عزيزي الطالب، نبدأ يومنا الأول في هذا الأسبوع بأنشطة لا منهجية لتعزيز العلاقة فيما بيننا ولتقوية الألفة والمحبة فيما بيننا وسهولة التواصل فيما بعد داخل الحصص الصفية. وفي اليوم الثاني عزيزي الطالب سنتعرف على المفاهيم والسياق العالمي ومهارات التعلم، وسنقوم بتعريف مادة اللغة والأدب. وبداية عزيزي الطالب سوف نستذكر فن القصة، وكما قلنا سابقا أن فن القصة هو نوع أدبي عبارة عن سرد حكائي نثري أقصر من الرواية، وتهدف إلى تقديم حدث وحيد غالبا ضمن مدة زمنية قصيرة ومكان محدود، لتعبر عن موقف أو جانب من جوانب الحياة. لابد لسرد الحدث في القصة القصيرة أن يكون متحداً ومنسجماً بدون تشتيت. وللقصة القصيرة عناصر عدة، منها الشخصيات، الزمان، المكان، الأحداث، الحبكة والسرد. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سوف نستذكر القاعدة النحوية والتي بعنوان الفعل اللازم والفعل المتعدي. وكما قلنا سابقا أن الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به لإتمام معنى الجملة، كأن نقول جلس عمر على كرسي. أما الفعل المتعدي هو الفعل الذي لا يكتفي بفاعله بل يحتاج إلى مفعول به واحد أو أكثر. رأيت فاطمة تبكي في القاعة. ثم عزيزي الطالب بعد أن نستذكر القاعدة علينا أن نجيب عن ورقة عمل خاصة بالفعل اللازم والفعل المتعدي. ثم عزيزي الطالب سوف تقوم بكتابة قصة قصيرة جاءت على ألسنة الحيوانات، ولا بد لك هنا أن تراعي عزيزي الطالب كيفية كتابة القصة القصيرة وعناصر القصة القصيرة. بعد ذلك عزيزي الطالب سوف نقوم بكتابة مقارنة بين قصتي الأسد والأرنب ومصاعب الحياة. من خلال هذا النموذج عزيزي الطالب ستقوم بكتابة مقارنة بين قصتي الأرنب والأسد وقصة مصاعب الحياة، ولا بد لك أن تنتبه إلى العنوان في كلا القصتين والزمان والمكان والشخصيات والعقدة والحل والأساليب والتقنيات المستخدمة، وتقارن بين القصتين. إلى هنا عزيزي الطالب نكون قد انتهيت من موضوعات الأسبوع الحادي عشر. شاكرة لكم حسن استماعكم أعزائي الطلبة، ولا تنسى أن في هذا الأسبوع عزيزي الطالب أيضا سوف نقوم باختبار إملاء لتقيس مهارتك في القواعد الإملائية التي تم التطرق إليها سابقا، فلا تنسى عزيزي الطالب هذه القواعد وقم بالتدرب عليها دائما وباستمرار. وأيضا سوف نقوم بإجراء اختبار قراءة لقصيدة الثعلب والديك، لذلك عزيزي الطالب عليك قراءة هذه القصيدة قراءة جهرية مراعيا معايير القراءة الجهرية.
إلى هنا أكون قد انتهيت، شاكرة لكم حسن استماعكم أحبائي وطلابي طلاب الصف السادس.